مثل ألماسة لمعتي، وبكل ألوان الطيف أشرقتي. لقد رسمت لوحات فنية لكل صورة ولكل حكاية خالدة. وينها نادي يا خال؟ برقتك سحرت الملايين. تكلمت دون أن تحرك شفتيك. تلك هي حكاية فنانة جميلة من أيام الزمن الجميل، لتظل هي أيقونة الشاشة العربية. دلوقتي حياتي بقت غالية عليك. لأول مرة تخصص قناة تلفزيونية لنجمة من نجوم السينما العربية. يا هلا سينما HD فاتن حمامة، ابتداء من الأربعاء 17 يناير.